بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. كيفكم وشخباركم؟ يسعد صباحكم وين ما كنتم. اليوم حعمل معاكم وصفة الملفوف على طريقتي طبعا، الطريقة الفلسطينية الغزاوية. أكلة كثير طيبة مع أجواء الشتاء، الكل بيرغبها والكل بيحبها، وإن شاء الله اليوم حورجيكم طريقتي في عمل الملفوف وإن شاء الله تعجبكم. إذا كنتم أول مرة بتشوفوني يا ريت تشتركوا القناة في لايك وشير وكومنت وإشعارات، ويلا بينا. أول حاجة معانا كاسة ونص رز مصري، حبة قصيرة للمحاشي طبعا، الرز القصير، الرز هذا للمحاشي مخصوص. مباشرة حنغسله وننقعه لمدة نص ساعة مية سخنة وبنسيبه على جنب. وهلأ بنحط في الحلة أو في الطنجرة مية سخنة وبنسيبها لحد ما تغلي، حتى نجهز راس الملفوف. بنحاول أقعد بس من فوق هيك حتى تتسلق معانا. طبعا الطريقة هذه بالسكينة تعمل عليه خطوط كده وتقطعي من جوا، أفضل طريقة ما إنك تمرطي واحدة واحدة بيتكسر معانا. وهلأ بنجرب تسخن المية أو تقرب تغلي، بننزل فيها راس الملفوف وبنفك ورقة ورقة. بنحاول بس نفك الورقات الأولانيين بس هيك، بنشيلهم على جنب بنسلقهم بالآخر، بس الورقة هاي مش لازمة. وهلا حننزل راس الملفوف بالراحة بقلب الحلة. بسم الله طبعا بالراحة حنصير نفك ورقة ورقة بالراحة، هو طبعا لحالهم حينزلوا مع المية السخنة. وهلا بنحاول نلفه شوية شوية وبالراحة حتى يفك معانا الورق. احنا يا جماعة بدناش نسلقه على الاخر، بس هيك يطرف ويفك. هلا بنشيل الورق اللي تحت، بنحاول نطريهم حتى يفكوا من بعض ونعرف نلفهم. وبهيك فكينا كل الورقات، وبهيك بكون سلقنا راس الملفوف. نبدأ نشتغل بالحشوة. وهلأ هنشتغل بالحشوة زي ما تشوفوا، الرز نقعناه بمية سخنة لمدة نص ساعة، وهلأ بنرصه وبنصفيه. نبدأ بالبقدونس، بنفر وناعم ناعم. بسم الله قد ما تقدر بتنعمين. أكلة الملفوف كتير طيبة بالأجواء الشتوية، حلوة كتير وطعمها لذيذ. ياريت الكل يجرب طريقتي، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. هلا بصل اخضر، هلا نضرب البصل ناعم ناعم، غسلين بصل. وكمان حبة بندورة، حبة واحدة. بعد ما غسلنا الرز تمام، نص كيلو لحمة ناعمة. وهلأ التوابل، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة ملح، معلقة توابل رز، معلقة فلفل أسمر، معلقة صلصة، معجون الطماطم، معلقة سمنة حلوة، السمنة مع المحاشي، ربع كاسة زيت نباتي. طبعا التوابل الأساسية في المحاشي هي الكمون. الكمون طيب كتير، بيعطينا طعم لذيذ في الأكل يا جماعة. وهو كمان الكمون بضيع النفخة منه. بنضيف كمان ربع معلقة كركم، بنضيف معلقة ثوم مهروس، بدينا طعم لذيذ في المحشي. شايفين كل الخضار والتوابل حطيناها، وهلأ هنبدأ نخلط كل المكونات مع التوابل ومع الخضار والرز. ويلا بينا. السلام عليكم. لو بلشنا نخلط المكونات ما شاء الله كتير طيبة. طبعا الملفوف زي ما حكيت لكم حبيباتي من الأكلات الشتوية المعروفة عنا، ما استغناش عنها طبعا، أكلات كتير لذيذة. ونقدر نتأكد كل التوابل دخلت مع الرز واللحمة والكفتة
هيك صارت امورنا تمام. طبعا الملح حسب الطعم بده ايه محتاج تاني بتحطه. وهلا بعد ما خربطنا مكونات المحشي هلا بنفرجيكم كيف حنقطع الورق الملفوف ونبدا نحشي ونلفه. زي ما شايفين الورقه هيك بس بنشيل طرفها عشان الورقه صغيره، بنحاول بس نشيل النتفه الجامده ونسيبها على جنب. نفس الشيء اذا كانت الورقه طويله بس بنشيل اللي بالنص ونقطعها. طبعا مش حنرمي الاذان، حنحطهم بقاع الحلقه. انت شفتوا الورقه كبيره، بنحاول نصغرها او الشكل الثاني بنشيل كل هذا هيك بنرميها نصغرها. في ناس بتحب الملفوف كبير، في ناس تحبه صغير، ولكن انا وسط يعني هيك مناسب. يعني شايفين ما اسهل الملفوف، ولا في غلبه ولا اشي، على السريع وانت واقفه الدقيقه بتكون خلصتيه. بلاش دقيقه يعني ساعه بكون جهز معانا. طبعا هذا حنسيبه مش حنرميه، حنخليه بقاع الحله، او في ناس بتعمل عليه شوربه، بتعمل عليه حبه رز، يعني المناسب. بنكمل كل الملفوف اللي معانا بنفس الطريقه. ايش بتسموها هذه؟ معقول بسميها دجاجه؟ يا ترى ايش اسمها؟ والله انا ما بعرف، بس بسمع بقولوا عنها دجاجه. انا كنت زمان ارميها دائما، بس هلا لا حخليها، يعني بناتي بحبوها كثير. وهلا حنبدا نجهز الحله ونحشي بسم الله. وهلا حنبدا نلف معاكم الملفوف. طبعا زي ما قلت لكم هذه الشغلات اللي شلناها من الملفوف حنحطها بقاع الطنجره بالطريقه اللي انتم شايفينها، بس على قد ما تغطي قاع الطنجره هيك تمام. عندي ثلاث رؤوس تومه زي ما انتم شايفين، شلت الوش اللي عليه بس احطهم برضه بقاع الحله، ادينا طعم ونكهه لذيذه. واذا بدك تحطوا شقف لحمه بتحطوا هيك تمام. وهلا حنبدا الحشوه مع بعض ونلف الملفوف بسم الله. زي ما انتم شايفين هاي ورقه الملفوف، الجهه الخشنه فوق. نحط الكمية المناسبة من الحشوة وبنلفها وندخلها لجوا بالراحة. كمان واحدة بنحط في الحلة. شايفين الجهة الخشنة بتكون لفوق والناعمة لتحت. بنحط الحشوة، بنحط الكمية المناسبة وبنلف وبندخلها تحت الحشوة وبنلف بالراحة وبنثبتهم في الحلة. نفس الطريقة بنحط الحشوة الكمية المناسبة، بنخليهاش للآخر تصل، بنلف وبندخلها تحت الحشوة وبنلف وبنرصها في الحلة أو الطنجرة. بياخد وقت معانا، على السريع إن شاء الله هنخلصهم. ريحة الحشوة والتتبيلة كثير طيبة. نفس الطريقة القشنة فوق والناعمة تحت. نحط الكمية الحشوة المناسبة وبنلف الطرف، بندخله تحت الحشوة عشان ما تفكش معانا وبنلف. وحنكمل كل الملفوف اللي معانا على نفس الطريقة. وهذه طبعا ما ننساهاش، انا بعرفش ايش اسمها زي ما قلت لكم، ولكن كل الناس بيقولوا عنها شكل، ولكن انا سمعت بيقولوا عنها دجاجة. وهذه بنحشيها، بحبوها بنات كتير، بنحشيها طبقات عاملة زي الطبقات وبنسكرها.
بنحطها بنص الحلة. وبهيك انهينا الكمية اللي معانا راس الملفوف، وهلأ حنحطهم على النار ونستويهم. بنرش له شوية ملح، تقريبا معلقة كبيرة. وهلأ بنحط له صحن صغير بالشكل اللي انتو شايفينه، بنضيف المية السخنة المغلية. طبعا المية بتدروها حسب الكمية المناسبة. لما تشوفوا المية طلعت عن الملفوف بشوية بسانتي بكفي، معناته هيك الكمية المناسبة. وبنخليه الصحن ما نشلهوش خالص لحد ما يقرب يستوي، حتى ما يتفتحوش اوراق الملفوف ويخرب شكله. وبنغطيه تقريبا لمدة ربع ساعة. في الوقت هذا بنجهز الدقة والتتبيلة بتاعت الملفوف، التتبيلة الرائعة واللذيذة واللي هتعطيه طعم ونكهة غير شكل. وأما بالنسبة للرز اللي زاد معانا بالكفتة، حنرميه طبعا، حنخليه عنا وحنعمل عليه شوربة. ألذ شوربة طبعا للأطفال، الأطفال الصغار بحبوها مع الورق الملفوف اللي زاد. حنعمل شوربة بطعم لذيذ وطيب وحنخليهم عندنا لوقت تاني. تقريبا بعد ما فات ربع ساعة بنشيل الصحن، بنوطي عليه الغاز على الآخر، خليه على نار لطيفة. وهلأ عملنا الدقة وجهزناها، راس تومة تقريبا، راس تومة حطيت قلناها رسناه. بنحط معلقتين كبار كمون، زاكة الكمون كتير، كاسة ليمون، وبنقلبهم مع بعض حتى يتداخل كله جاي المكونات مع بعض. هلأ بنديرهم على الملفوف. بسم الله، زاك الليمون وبعدين حدوقه لذيذه. وهيك بنسيبه كمان ربع ساعه على النار وبنطفى عليه. وهيك بعد ما فات نص ساعه على الملفوف طبعا استوى، وهيك بنطفى عليه النار. وطبعا بعد ما فات عليه نص ساعه هيك استوى تمام وجاهز للتقديم. وهلا نشوف النتيجه النهائيه وكيف طلع معنا الملفوف. يا سلام على الريحة، كثير طيبة. بسم الله بسم الله. وهيك الملفوف صار جاهز. يا سلام على الريحة، ولا أطيب الأجواء الشتوية بتجي الشكل. ما شاء الله ما شاء الله، التومة استوت معانا ما شاء الله. شوفي شايفين التومة كيف دايبة دوب، ريحتها كثير طيبة، ريحتها كتير طيبة ولذيذة وأكلة بتشهي. وما شاء الله في أجواء الشتاء كتير رائعة. إن شاء الله تعجبكم طريقتي، ولا تنسوني الاشتراك اللايك والشير والكومنت والإشعارات. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.